بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الأولى بالمحور الثالث. في هذا الفيديو سنتعرض إلى تطبيق مثال لـ Change in Length of Axially Loaded Members. في هذا المثال معطى Composite Bar shown in the figure is made of two segments AB and BC. Having cross-sectional area معطى مساحة مقطعية للـ AB 200 مم تربيع، معطى المساحة القطعية للـ BC 100 مم تربيع. اليونغس مودولس لكل وحدة بالنسبة للـ AB 100 جيجا باسكال، بالنسبة للـ BC 210 جيجا باسكال. السؤال Find the total displacement at the right end، مطلوب الدلتا من جهة اليمين كم تساوي. الجزء AB خواصه هي اليونغس مودولس A1، الأريا A1 وطوله 4 متر. الجزء BC خواصه A2 وطوله 4.2 متر. التحميل أو الأحمال الخارجية على هذا السوليد هي F1 عند النقطة C و F2 عند النقطة B. طبعا معنا ثلاث خطوات لحل هذه المسألة. الخطوة الأولى هي رسمة الفري بادي دياجرام للـ AB والـ BC. هنا لو نشيل الفيكسد اند عشان نعرف الرياكشن PAB، وبالنسبة للفري بادي دياجرام الثاني على الجزء BC أيضا نعزل السوليد BC عشان نحصل الـ PBC. الستيب الثاني حساب الإكوليبريوم، سيجما F على X تساوي صفر طبعا، تمكننا من حساب الـ PAB تساوي سالب 30 كيلو نيوتن. ملاحظة This is opposite to our assumptions of tension, so segment AB is in compression. يعني احنا اخذنا hypothesis هنا بالنسبة للفري بادي دياجرام 1 انه السوليد AB عليه tension شد حسب رسمة السهم هذا. الحسابات اعطتنا سالب، وبالتالي هذا الassumption هذه الفرضية مفروض معكوسة، والاتجاه الصحيح للـ PAB هو في هذا الاتجاه 30 كيلو نيوتن. أما بالنسبة للسيجمنت BC، سيجما F على X تساوي صفر، تمكننا من حساب الـ PBC، الفورس PBC، وتساوي 10 كيلو نيوتن، إذن هي تنشن، والحساب الفرضية يعني أنها الفرضية صح والاتجاه صح. بالأخير Step 3 الحساب الـ Total Deformation. الدلتا AC تساوي دلتا AB زائد الدلتا BC، نعوض بالقانون المستنتج من قانون من خلال قانون هوك. يكفي أن نعوض كل البراميترز بالقيمة التي تحصلنا عليها. في الأخير التوتال ديفورميشن من جهة اليمين تساوي سالب 4 ملم. السالب 4 ملم يعني كومبريشن، يعني السوليد اللي اشتغلنا عليه عليه كومبريشن. هذا السوليد بالنهاية السوليد كله مضغوط.